عليكم. جزاكم الله خير وحسن الله إليكم. نعم بعد ما يكملوا يتخبرهم هنا ولا خارج؟ بعد ما يكملوا بخرج معهم عند اللوحة. تعالوا تعالوا جاي. نطلع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد جئنا من محافظة حضرموت إلى مأرب لتقديم واجب العزاء في فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني عليه رحمة الله. وإن اليمن والأمة الإسلامية بموته قد خسرت خسارة كبيرة، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. فالشيخ عليه رحمة الله كان علما من أعلام الأمة ورجلا من رجالاتها، فقد حمل لواء الإيمان وحمل لواء كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، وحمل كذلك لواء الإعجاز. ويكفيه فخرا وشرفا أن الأمة بكلها في الغالب تثني عليه ولا تذكره إلا بخير. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: وجبت 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 لما مر بجنازة عليه وقد أثني عليها خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: من أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعظم الله أجر الأمة في شيخنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أنور رمضان مبارك مساعد مدير فرع جامعة الإيمان بحضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن جئنا اليوم من حضرموت فرع جامعة الإيمان لنقدم واجب العزاء في وفاة فقيد الأمة شيخنا العلامة الوالد عبد المجيد بن عزيز الزنداني رحمة الله تعالى تغشاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره ويعلي منزلته. هذا الرجل العظيم، الرجل الجامع الذي جمع الأمة، جمع العلماء وجمع الوجهاء، وكتب الله عز وجل له من الحظوة والمكانة كما نحسبه والله حسيبه.
والله سبحانه وتعالى يجعل في الأمة من يجدد لها أمر دينها على رأس كل 100 سنة، ولعل شيخنا ممن كتب الله عز وجل له هذه المنزلة فقد جدد في الأمة الإيمان والدعوة إليه والتطبيق العملي على إحياء الإيمان في حياة الناس، وفقدانه وغيابه من حياتنا نقص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف علينا بعد شيخنا بخير، وأن يخلف علينا بالخلف الصالح، إنه خير مسؤول وهو نعم المولى ونعم النصير، وعظم الله أجر الجميع في فقيدنا، والحمد لله رب العالمين. أحمد عوض بازهير، نائب رئيس فرع جامعة الإيمان للشؤون العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله سبحانه وتعالى حضرنا مجلس عزاء شيخنا ووالدنا العلامة الدكتور عبد المجيد بن عزيز الزنداني، تغمده الله جل وعلا بواسع رحمته وأدخل عليه في قبره الروح والريحان، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. والحقيقة تفتقد الأمة برحيل شيخنا علما بارزا له حضور في جميع الميادين، له حضور في الميدان العلمي ويكفيه فخرا جامعة الإيمان، له حضور في الجانب الجهادي، في الجانب الإداري، في الجانب السياسي، فقد ملأ فراغات كثيرة، وبرحيله ترك فراغا وفراغات كثيرة في كل الميادين. وننقل هنا تعازي إدارة وموظفي وطلاب جامعة الإيمان فرع حضرموت لأبنائي ومحبي الشيخ خالص عزائنا ومواساتنا لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يعلي درجته وأن يخلف علينا وعلى أهله ومحبيه والأمة كلها خير خلف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. الدكتور أحمد سقاف العيدروس، مسؤول شؤون الطلاب فرع جامعة حضرموت، فرع جامعة الإيمان بحضرموت. جينا مع وفد جامعة الإيمان فرع حضرموت من حضرموت الساحل والوادي، معزين لأبناء الشيخ ولكل أبناء الأمة في فقد عالمنا وشيخنا رحمه الله محافظة مأرب.